من واشنطن ينضم إلينا دكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف نجت الديمقراطيون من الموجة الحمراء التي كانت هاجسا أمامهم؟ هو في بعض المكاسب حققها الديمقراطيين، لكن أيضا لا يمكن إخفاء أن أنصار ترامب والحزب الجمهوري بصفة عامة حقق مكاسب كبيرة. التقرير اللي حضرتك ذكرته دلوقتي صحيح للغاية. نعم، الجمهوريين الآن هم حزب الأغلبية في مجلس النواب، باقي حوالي 16 مقعد لم يتم الفصل في نتيجتهم النهائية، لكن من المتوقع أن يزيد الجمهوريين من أغلبيتهم، وطبعا هذه مشكلة سياسية كبيرة للرئيس بايدن. لماذا هي مشكلة رغم أن يعني السائد الآن في الولايات المتحدة أن جو بايدن والحزب الديمقراطي يحتفي بهذه الحالة ويقول أن هذا أفضل أداء لحزب الرئيس في انتخابات تجديد نصفي ربما منذ عقود طويلة؟ لا، الأمور مش بالدرجة دي. يعني خسارة مجلس النواب طبعا خسارة كبيرة، ولو الديمقراطيين عندهم أغلبية في مجلس الشيوخ هتبقى بفرق عضو واحد بس، وهذا العضو هو العضو الحالي من ولاية جورجيا، وبعدين هو بيمثل اقصى اليسار. يعني هو بيقول ان هو بيؤمن بالماركسيه بالشيوعيه، يعني معنى كده ان بايدن مصيره السياسي بيعتمد على شخص يعني ينتمي الى اقصى اليسار، فممكن يضغط عليه، ممكن يقول له عليك ان تغير برنامج التشريعي لان يصبح اكثر اشتراكيه، يعني يصبح اكثر يساريه. لكنه والحال كذلك لا يمكن أن يكون مصدر طمأنينة إطلاقا، يعني أقصى اليسار التقدمي لا يمكن أن يكون أكثر قربا من النموذج الترامبي، وحضرتك يعني استهديت به كجزء من الصعود الجمهوري في مجلس النواب. هو طبعا يعني ترامب طبعا هيكون معارض، بس يمكن برضو يبقى فيه نوع من التفاهم شوية، لأن برضو اليسار بيطرح يعني أمور من الصعب تنفيذها. يعني بالعكس، ده انا في رايي ان في تلاقي ما بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف في عده امور، منها دور امريكا في العالم. اليسار يريد ان يحد من هذا الدور نظرا لانه لا يريد امبرياليه، واليمين يقوم بنفس الشيء، يريد ان يحد من دور امريكا في العالم لانه يريد الانعزاليه، ففيها يكون تقارب. لكن لا اعتقد ان بايدن يعني متفائل بهذه النتيجه الى الدرجه. أنا أعزو هذا التصريح بأن ترامب خسر في الانتخابات لأن الإعلام الأمريكي منحاز للديمقراطيين، له توجهات ليبرالية، وبالتالي هيكون يعني ساخط ويشمت في أي هزيمة لأي مرشح كان الرئيس ترامب يؤيده. لكن كثيرا، معلش دكتور نبيل انا اسف قبل ان تكمل هذه الفكره، لكن يعني الجزء اللي حضرتك اشرت اليه، كثيرا ما قيل ان الناخب الامريكي وتحديدا المقترعين في انتخابات التجديد النصفي ما يهمهم بالدرجه الاولى هو الواقع الاقتصادي والمعيشي والحاله الاقتصاديه ومعدلات التضخم وخلافه، لكن بدا وكان الامر ارتبط في هذه الانتخابات بالقيم الاجتماعية إذا جاز التعبير، قضايا الإجهاض وبعض القضايا التي يقدمها الحزب الديمقراطي والجناح التقدمي حتى فيه هي الأكثر رواجا أو مقبولية لدى الناخب. هل كان هذا المعطى سليم منذ البداية؟ مش بهذه الدرجة. يعني الناخب الأمريكي محافظ إلى درجة أنه برضو قد يرى في أن التغيير بسرعة أمر غير ضروري أو غير مرغوب فيه، لكن هيبقى في تعنيق. حضرتك ذكرت قضيه الاظهار، هيبقى في تغييرات كثيره، يعني مش هترجع بالطريقه اللي كانت عليه قبل الغاء المحكمه الدستوريه العليا لشرعيه قوانين الاجهاض، هتبقى تتحول للولايات، فهيبقى برضو في تغيير في المزاج الامريكي وممارسه هذا الحق. يعني حتى من يدعو للاجهاض يقول انها قضيه حقوق انسان، طبعا ازاي هيبقى في قضيه حقوق انسان وهي تسلب من الجنين حقه في الحياة؟ فدي قضية فلسفية. أنا في رأيي أن هناك توازن في المشهد السياسي الأمريكي، لكن الكفة ترجح إلى بعض إلى حد ما ناحية اليمين الأمريكي. السؤال المهم بقى، لو ترامب فعلا يعني نجح، أو هو مثلا دعا إلى انتخابه بقسوة أو بشدة، هل ستتحول الميزان الأمريكي السياسي أكثر ناحية اليمين؟ هذا
طيب هو الامر لا معلش يعني يعني هو 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 يعني انا عارف يعني قد يبدو وحضرتك ستعذرني قد يبدو هوى حضرتك السياسي واضح لكن لا مشكله اطلاقا من هذا. هو هذه الانتخابات بنتائجها التي لم تكن تلبي تطلعات الحزب الجمهوري في موجه حمراء كبيره، قيل انها كانت اقرب لاستفتاء على شعبيه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وبانها خذلت دونالد ترامب حقيقه دكتور نبيل. لا ما اعتقدش ان هذا التفسير يعني تفسير منطقي. ليه تكون استفتاء على ترامب في حين ان هو مش في السلطه؟ هو اي بعض المرشحين بعضهم نجح وبعضهم فشل. انا ممكن ادي حضرتك مثال. في 7 من المرشحين لمجلس الشيوخ كانوا من اصل اسود، اصل افريقي اسود. كلهم سقطوا وسقطوا باعداد كبيره جدا، الوحيد اللي نجح فيهم من ولايه ساوث كارولينا لانه هذا مرشحه سوداء. فما هو الاستنتاج؟ هل يرفض الشعب الامريكي المواطنين السود ان يحتلوا مقاعد في المجالس التشريعيه؟ لا، ليها تفسير اخر. مثلا بعض من مرشحين ترامب خسروا امام اشخاص في موقع القوه، السناتور الحالي، الحاكم الحالي وغيره. معنى كده ان هناك نوع من التحفظ والتريث من قبل الناخب الامريكي بألا لا يزيح شخص من السلطه حتى لو أداؤه لم يكن أداء ممتاز. ففي عوامل كثيرة، في مثلا قضية يعني مثلا أنا في رأيي أن ولاية نيفادا قدمت نموذج هام من التحول من ولاية ديمقراطية إلى جمهورية، وظهور مثلا نجم بول لاكسلت وهو سليل عائلة سياسية كبيرة. هنا هتبقى في مؤشرات ديمغرافية أن الغرب الأمريكي بدأ في العودة مرة أخرى إلى جذوره الجمهورية. لكن في أريزونا مثلا المرة الأولى من 29 سنة أو 28 سنة بيقدم على خطوة تغيير حاكم الولاية إلى ديمقراطي. دي في ولاية إيه؟ في أريزونا. ممكن ما جراش حاجة لأن أريزونا برضو ما زالت فيها يعني حضرتك في نيفادا خدت الأمر على أنه يعني تحول يجب أن يرصد لكن في أريزونا ما يجراش حاجة. يعني لذلك أنا يعني فقط نود قدر المستطاع فهم الصورة لأن مستقبل حكم الرئيس الأمريكي في السنتين المقبلتين أيضا سيكون مرتبط على الأرجح بهذه التغيرات دكتور نبيل. ممكن بس يعني أصل أنت ممكن مثلا تفسر الأغلبية الديمقراطية بأن عدد كبير من 40 يعني هم عندهم 211 عضو، 40 منهم من ولاية كاليفورنيا. يعني في عدد مش كثير من الولايات الأمريكية بينتخب ديمقراطيين، ففي تفسيرات مختلفة. لكن أنا زي ما بقول في توازن في السياسة الأمريكية، لكن يعني هناك توجه نحو اليمين. السؤال المطروح هو إلى أي درجة ستتغير السياسة الأمريكية إلى يعني اليمين الأكثر تشدد، غلاة اليمين في حالة يعني أثناء حملة ترامب الانتخابية أو في حالة نجاحه في عام 2024. هو نفس الخطاب اللي تبناه دونالد ترامب في فترة رئاسته وما قبلها هو نفس الخطاب الذي يفترض أن يكون قائما عليه الخطاب الخاص بدونالد ترامب، ولا وجود ديسانتس في هذه الآونة وبزوغ نجمه شيئا فشيئا قد يكون بديل أكثر مقبولية بالنسبة لليمين ولا يجنح صوب الشعبوية قليلا التي كانت هاجس لدى حتى أنصار اليمين؟ ده سؤال في غاية الأهمية، سؤال مهم جدا جدا جدا، برافو عليك. هو هل سيتغير دونالد ترامب؟ هيتغير بس يعني عنده نفس المنهج لكن بعض الاولويات قد تتغير. عندي لحضرتك مثال، مثلا ترامب في عام 2020 ما كانش في حرب روسيه اوكرانيه، دلوقتي في حرب روسيه اوكرانيه، فبالتالي هو هيواجه خطابه الى ضروره وقف هذه الحرب، مش هيأيد اوكرانيا بصوره قويه زي التأييد اللي بتحصل عليه اوكرانيا من اداره بايدن. هيكون مثلا اكثر تشددا مع ايران، مع ذكر تقارير بان ايران على وشك ان تمتلك سلاح نووي. ده سؤال مهم جدا ربما نتحدث معه لاحقا لان ممكن يشكل اكثر من حلقه واكثر. طيب من يعني انا ادركت ان وقت حضرتك لا يسمح لكن سؤالي الاخير فقط، مستقبل حكم الرئيس الامريكي جو بايدن في السنتين المتبقيتين بحكم نتائج الانتخابات التي نتعاطى معها الان؟ ده برضه سؤال مهم جدا، برافو عليك. اعتقد ان هو هيحاول ان يمرر التشريعات اللي تخدم الجماهير الامريكيه اللي بتأيده، يعني مثلا
في انتخابات 2020 بايدن حصل على 82 مليون صوت، ترامب حوالي 75-76. حوالي ربع الصوت اللي حصل عليه ترامب من مواطنين سود، من أصل أسود، من أصل أفريقي، فبالتالي هو هيمرر التشريعات اللي تساعدهم. لو مثلا بعضهم بيحتاج إلى نوع من المساعدة في الحصول على وظائف أو فرص تعليمية، الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات تدعم مجهود المواطنين الأمريكيين من أصل أفارقه في المساواة. فأعتقد أن طبعا ممكن نتناول نقاط عدة، وحضرتك في مقدمة حديثك ذكرت نقطة عن الصين برضه مهمة جدا، لكن أنا في رأيي هو هيركز على الشأن المحلي ويحاول دعم الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لقطاع كبير جدا من الشعب الأمريكي، وقطاع مهم ولهم احترامهم طبعا لأنهم إخوة لنا في البشرية، وهم أيضا عماد التصويت للحزب الديمقراطي. سيكون أكثر حرصا على أن تأتي الانتخابات المقبلة، الانتخابات الرئاسية، ولا حروب والأوضاع الاقتصادية أصبحت أفضل أو عادت على الأقل العجلة للدوران من جديد، ولا سيحاول بين قوسين يعني تركيع روسيا لإثبات أنني الرئيس القائد للعالم؟ برضو سؤال مهم. للأسف أقول أن بايدن ما بيتعلمش من أخطاء كثيرة عملها، أو أخطاء كمان أوباما عملها، لأنه في الحقيقة بيقلد أسلوب أوباما في التعامل مع روسيا. يعني أدي حضرتك مثال، يعني لما مثلا الحشد في غزة أفغانستان، أمريكا قررت دعم المجاهدين، في نفس اليوم أمريكا اقتراحات في واشنطن أناتولي دوبرينين لسحب القوات الروسية ودعم المجاهدين. أمريكا قدمت حلول للأزمة الأفغانية. بايدن ما عملش كده، بايدن ما عملش زي كارتر، بايدن ما عملش زي بريكنس، هم أيدوا المجاهدين بس طلبوا الروس بالتفاوض ووقف الحرب. ما عملش كده بايدن، علشان كده بيحاول استمرار نفس سياسة أوباما يقدمها له عدد من الأغبياء، تيار الليبرالي الديمقراطي ومن المؤسسة الخيرية الأمريكية، قدروا إخضاع روسيا طبعا. طيب التوصيفات اللي حضرتك بتستخدمها طبعا على عهدة حضرتك مع وضع بعض المفردات بين قوسين، دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا منضما إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.